وهذه المرأة التي يقال لها رحمة بنت إبراهيم التي كانت ببلاد العجم بجهة جرجان، هذه بعيدة الآن، استقلت عن الروس، كانت تحت حكم الروس قبل 1200 سنة. هذه المرأة رحمة بنت إبراهيم، هذه كان لها زوج يكتسب قدر قوته وقدر قوت عياله، إنسانا دينا، ثم هجم على هؤلاء الكافر من الكفار في تلك الناحية، هؤلاء نحو 400 شاب، منهم زوج هذه المرأة، قاموا ليدافعوا، دافعوا أولئك الكفار كسرى، هؤلاء بدون أمر الإمام خرجوا، لما هجم عليهم أرادوا أن يدافعوا، نفد السلاح من أيديهم، قتلوا نحو 400 شخص، ذاك الكافر الذي هجم قتلهم. ثم هذه المرأة أخبرت بأن زوجها قتل، هذه رحمة بنت إبراهيم، ثم جاءت النساء يساعدنها على الصبر على المصيبة، ثم حانت صلاة المغرب، هي تقية، هي نفسها ولية، هي هذه المرأة دخلت في صلاة المغرب، فبينها هي في السجود، نامت في السجود، رأت مكانا فسيحا، ثم بعد هذا المكان الفسيح رأت رجالا قاعدين على موائد يأكلون، عليهم النور، لابسون ثيابا خضرا، ثم صارت تنظر في وجوههم لترى زوجها من بينهم، فرأت زوجها فقال للذين معه على المائدة: تسمحون أن أطعم لقمة لهذه المسكينة التي ظلت نهارها جائعة؟ قالوا له: نعم. أعطاها لقمة كخبز أبيض، بلون خبز أبيض، فأكلت هذه بعد ذلك نحو 22 تقريبا، عاشت لا تأكل ولا تشرب، لا تشتهي الأكل والشرب، وهي نشيطة، نشيطة، ووجهها يتورد، يعني وجهها مثل الورد، ما أثر فيها ترك الأكل والشرب. هذه أيضا جملة كرامات الأولياء، هي ولية هذه المرأة، لولا أنها ولية ما حصلت لها هذه الكرامة. وفي هذه الحادثة دليل ظاهر على أن ما ذكره القرآن من أن الشهداء أحياء يرزقون، أي يأكلون ويشربون، دليل على صدق القرآن، على صدق دين الإسلام، على أنه دين حق حقيقي، ليس فيه كذب ولا تدبير ولا خرافة. هذه المرأة جربوها الحكام، جربوها، حبسوها في مكان ورسموا على السجان ألا يدخل إليها مأكول ولا مشروب بالمرة، عدة مرات جربوها، وجدوا أمرها صحيحا في ذلك الزمن، هذا قبل 1200 سنة.